عايز اسالك على لعيب انا برضو من ضمن، بمناسبه الكلام على الحراس، على محمود الشناوي اللي عامل حارس مرمى نادي الزمالك، والله كويس ومظلوم في نفس الوقت هيبقى ليه مستقبل كويس قوي. جدا. انا بقول لك كويس، عنده شخصيه ومظلوم، دي حقيقه. طب ليه مظلوم؟ هل عشان خاطر ما المستوى عندوش اللي حد ورا يا كابتن، دي ده حقيقه. كارثه. انت لو اتكلمت على ماتش الزمالك، في كارثه وانا لسه حصلت، هخش في معاك في كارثه حصلت يعني، معلش يعني ما بتحصلش حسام عبد المجيد يا والزناري. كابتن. انت بتتكلم على اتنين اساسيين، وهل الناس اللي بره اللي قاعدين دول نايمين مع احترام الجهاز الفني ده؟ يعني الكوره بلعب ماتش كاس وفي الدقيقه حوالي 94 اخر دقيقة. واخر دقيقه اتنين على اتنين ورا، فين الباك رايد او الباك ده ليفت؟ انا عايز اقول لك بقى حاجة، الكارثة كان ثلاثة، كانت ثلاث لعيبة من الزمالك، كان في لعيب تاني ناحية الطرف وفي وسطهم اتنين. ليه؟ ليه يعني بقى؟ يعني ليه كل ده؟ انا راجل كسبان، ده كاس مصر، المفروض اقفل كويس. معلش، أأمن. انت حسام 3 متر والراجل يطلع ياخد الكره بدماغه. لا مش 3 متر، استنى، لا انا بتكلم اللي هو 100 حاجة يا كابتن، و90. انا انت بتكلم بتتكلم على الطول اللي هو بتاعه. اطول من الراجل، هو بيقول لك هو مميز في الكور العالية. طب انت مميز في الكور، الراجل طلع ماشي، انت لو جيت بصيت على الزناري هو عنده بطء، بس ما تحاسبش الزناري لوحده، انت حاسب معلش يا البداية احمد حسام عبد حمزه. المجيد. هي يا كابتن محمد حمدي سريع جدا، خلاص هيفرق، صح. بس هو التاني اشتغل على حسام هياخد الكره العاليه، ما فاهم. توقعش الفرود هو اللي هياخد هيلعب، الكره العاليه. دي حقيقة. بس يعني انت بتتكلم كمان في كارثه حصلت بره، الناس الجهاز الفني قاعد مركز في اللابتوب ومش شغل دماغه، انت اللي حاجات بقول دي حاجات كورة. هو يا كابتن، ما انت بص يا كابتن، بص الوقفه بص، في واحد تالت اهو كمان. يعني، بص كام واحد على الخط يا كابتن بتوع الزمالك اصلا واقفين بره، يعني كتير واقفين قوي كده، واقفة غلط. وال انت محتاج ليه كده؟ انت عايز اقول لك حاجة، انت خد بالك في اللقطة دي على فكرة، كان بعد ما الكورة عدت شوية، ما اعرفش الصورة اللي جاية موجودة، كان خلاص قرب للكورة، هو قاعد يكمل معاه يا كابتن، هو يعني حتى ما ضربش كتف في كتف مثلا. انا بتكلم على الزناري، ما هو عنده سن، مش هيقدر يا كابتن، هو ساعة ما الراجل زق خلاص الفرود هو مش هيجيبه. ده كمان عايز اقول لك حاجة، ده حمدي زكي اكبر من الزناري أي أنا، بس بس هو خبرات. بطيء يا كابتن، هو بطيء، ما تحولش، صح. ما هو في واحد ممكن عنده 35 سنة بس يعني بص، سليم. خد بالك، هو كل طب ده خلاص هو هنا انت فرق بقى. كل لا هو انت كل ده خد بالك، انت لسه تقدر هو تجيبه. كابتن هيقدر يجيبه، هو ده برضك، ده خايف اللي هيحصل طرد. مش انا بتكلم دلوقتي، خلاص سيبك من الزن، انا بتكلم على حسام. شوف حتى من الاول كده كابتن، بص الجنب بتاع الراجل فرود، الجنب غلط اصلا لا بص الجنب بتاع الفرود كمان، على فكره. خد بالك الفيرود بتاع نادي طلائع الجيش ما عملش الجنب اللي هو العالي ايوه قوي، انا بتكلم، انا لا هو بس عمل انت لو تيك، جبت عارف الصوره اللي هو فرد بس جسمه وعاملها بال بس، مش هو ده اللي مميز؟ هو دوت اللي لعب في الدوري الايطالي والدوري الانجليزي، زي ما الناس بتطلع تقول لك بيلعب حسام. عادي، اللي يقول براحته، كل طب ما واحد هو بيقول ما كل ده. طلعهم من خد كاسموس. بالك كل ده لسه في المستوى. هو بص، هو في هنا يعني في توفيق كبير، الزناري عمل تاكلين ما بس كانش الكره لازم ما جاتش يعمل في تاكل، رجله، الكره لو جت في رجل الزناري ما كانتش هتدخل. بتفق معاك. امال هي المشكله كلها اتنين على اتنين ازاي يا كابتن؟ هو انا نادي الزمالك انا خسران؟ بس اقول لك على حاجه، طب سيبكم بقى، هو الاعداد بيقول لي كان طرد والناس بتقول لي ضياع. عارف اقول لك حاجه، شفت انت في اللقطه دي، اسهل حاجه، اسهل حاجه في الكوره كتف بس، طب انا اقول لك حاجه، كتف طب يعني ليه؟ بص كتف طب ما انا اولا انطرد، ولا هتطرد؟ لا طب ما انا انطرد، لا مش هتطرد. انا انطرد، طب وليه اطرد؟ ما انا طب عندي اهو. انطرد بص، خلاص، ما هو دلوقتي هو كده استعجل على خلاص كده الكوره، اي لمسه كده طرد. ليه لو ضربت كتف في لا كتف؟ خلاص هنا يا كابتن، لا ما كتف في كتف، شوف، هات الصوره الراجل اللي قبليها ساب يا جماعه، يعني بقى، انت هات الصوره اللي قبليها، اسمع بقى مني بقى، انا مدافع ماشي، بقى، انت اسمعني طبعا بقى. انت تاريخ كبير، ده انت بص رقم هنا واحد خلاص ماشي. اقرب منه كتف، هو ما بص، هو برضك هو مفكر حمد زكي اللي هو مش هيزق ازاي، مش ده مفكر هيزق اللي هو ازاي هيرجع دي، مكانه. عايزه كتف. بص اخش معاه بالجاريه بتاعته الكتف انت بس، بتتكلم على واحد برضك مش هطرد على يا فكره. كابتن، ما الزناري قليل برضه، انت ما بتتكلمش مع المساك اللي عنده خبرات والمساك اللي يعرف يعمل الكلام ده. واصلا جوه ال 18 ليه تاكلينج، مش محتاجه هو تاكلينج. الزناري طبيعته قليل، ما يلعبش في نادي الزمالك، صح. يلعب في الطلائع يبقى كويس، يلعب هنا يبقى كويس، امال في الزمالك لا طبعا. بس احنا بنتكلم ازاي اتنين على اتنين، اتنين على اتنين وانا كسبان ليه؟ صح، ده اللي انا عايز اساله. صح. انا الزمالك لو خسران ماشي، ان شاء الله اتنين على واحد ورا، الكرة دي لو ما ما عنديش دخلتش مشكله جون خلاص كان خلاص يا الزمالك كابتن. ليه اتنين على صعد. اتنين وانا ازاي نادي الزمالك؟ انا نادي الزمالك المفروض لو لعب عليا ثلاثة على اتنين ما اقلقش، انا نادي لعب نادي الزمالك انا ما اقلقش، صح. هعرف ارحب، هعرف اقابل كويس. صح. امال اتنين على اتنين
وكارثه كده من يعني انت بتتكلم على مدافع منتخب مصر الاول، مش هنتكلم على اولمبي بقى يعني، حسام راح تجمع منتخب مصر الاول صح، بتتكلم على لعيب لعب السنه كلها لعب اساسي ولعب المفروض بقى وصل الخبرات ووصل لمرحله اللاني اصلا حد يطلع ياخد منه الكره دي كارثه من الجون مني مش من الزناري.